شكرا لكم سيادة الرئيس علي بونغو رئيس الجابون أصحاب السعادة السيدات والسادة دعوني أنقل لكم أولا تحيات شقيقكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأن نعرب عن امتنان مصر لحكومة وشعب الجابون لاستضافة أسبوع المناخ الإفريقي هذه منصة مهمة للغاية للتعامل مع تحديات واحتياجات أفريقيا في وقت أزمة المناخ أصحاب السعادة أفريقيا بلا شك هي القارة التي بها الفرص الواعدة مع وجود عدد كبير من الشباب وكذلك وفرة في الموارد الطبيعية وإمكانات اقتصادية هائلة على الرغم من المساهمة بنسبة 4% فقط في الانبعاثات فإننا نواجه آثار تغير المناخ التي تعيق جهودنا من أجل النمو المستدام وتختبر صمود مجتمعاتنا هذه الآثار قد تركت كل المناطق الأفريقية متأثرة وهذا يحدث بطريقة متسارعة مع كثافة في القرن الأفريقي منطقة الساحل وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى سواحل البحر المتوسط مما يجعل القارة أحد المناطق الأكثر تأثراً بتغير المناخ وفقاً لأحدث الإحصاءات والتقارير الخاصة باتفاقية تغير المناخ وأفريقيا ملتزمة الموارد الاقتصادية المنخفضة لديها من الدعم بإنفاق 2 أو 3% من إجمالي الناتج المحلي الخاص بها كل سنة لمواجهة هذه التأثيرات ولذلك هذه مسؤولية لا نستطيع أن نصفها سوى بأنها غياب للعدالة المناخية كل الحكومات الأفريقية والأصوات الأفريقية سواء كانت المجتمع المدني أو الشباب أو مجموعات الشباب أو المرأة أو المزارعين أو القطاع الخاص الأفريقي يجب أن يستمروا في الدعوة إلى العدالة المناخية بناء على المساواة وتوفر سبل التنفيذ يقودها مبادئ المشتركة للالتزامات وكذلك النسبة في الإمكانيات الموجودة لدى هذه الدول العالم يواجه تحديات متصاعدة بشأن التغيرات الجيوسياسية أزمات الطاقة والأمن الغذائي وزيادة تكلفة التمويل وكذلك تحدي الدين بسبب تغير المناخ الدول النامية على وجه التحديد في أفريقيا يجب أن تتعامل مع كل هذه التبعات بينما تواجه الصعوبات الداخلية الخاصة بها وتحديات التنمية كرئاسة قادمة لكوب 27 فإننا ندرك هذه التحديات وأنه يجب أن نواجه تغير المناخ ونحن مستمرون في تحليل هذا الوضع المتطور وتأثيراته بالإضافة إلى تقييم تنفيذ التعهدات السابقة التزامات من باريس حتى غلاسكو وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن أقدم لكم تقييمنا وأين نقف نحن الآن في الصورة العامة العلم قد أوضح أن المجتمع الدولي متأخر للأسف في إجراءات التكيف والتخفيف والتمويل الكثير من التعهدات بشأن التكيف والتخفيف قد تم إطلاقها في غلاسكو ويجب أن يتم الوفاء بها إن الانتقال إلى الطاقة المتجددة والعودة مرة أخرى من قبل الكثير من الدول المتقدمة إلى استخدام الوقود التقليدي أمر مقلق بالنسبة لنا تمويل التكيف يجب أن يتزايد وأن نفي بالمئة مليار دولار أمريكي فهذا يؤثر على جهود أفريقيا في الوفاء بالتزاماتها الدولية لمواجهة تغير المناخ بالإضافة إلى ذلك فإن الإجراءات والآليات للتعامل مع التحديات المرتبطة بالضرر والخسارة لم تكتمل بعد وكذلك فجوة تمويل المناخ فيما يتعلق بتمويل التكيف على وجه التحديد مستمرة في التواجد وفقا للموارد العالمية والإحصاءات فإن مؤشرات الدول الأفريقية بشكل متراكم تحتاج تقريبا 331 مليار دولار أمريكي حتى 2030 وتقدر ب 20% منها تأتي من الموازنات الوطنية بعدما أوضحت كل ذلك فمن العدل أن نشير كذلك إلى بعض التطورات الإيجابية. من بينها على المدى الطويل زيادة استخدام الطاقة المتجددة وكذلك تبني الاتفاق الجديد للولايات المتحدة الأمريكية للطاقة المتجددة وألمانيا
وهذا يدعو الكثير من الدول الأفريقية لمراجعة المؤشرات الخاصة بها بناء على ما تقوم به المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتقديم مسارات لتحقيق توازن في الكربون. كوب 27 قد شارف على الانعقاد وليس لدينا الكثير من الوقت وليس لدينا خطة بديلة ويجب ألا يكون لدينا كذلك تراجع بشأن الالتزامات والتعهدات ولذلك يجب أن نتصرف بطريقة قوية مؤثرة وفعالة الآن لكي نتمكن من مواجهة هذا الخطر ولإنقاذ الأرواح وفرص كسب العيش. كوب 27 هو النقطة التي يجب أن نبدأ منها. أصحاب السعادة كرئاسة قادمة لكوب 27 سوف نستمر في حث كل الأطراف بما في ذلك الأطراف الأفريقية لتطوير المؤشرات الخاصة بها والإظهار المزيد من الطموح للتحرك قدما. ونحن كذلك سوف ندعم التكيف وأجندة التكيف التحويلي من خلال الهدف العالمي للتكيف ولن ندخر أي جهد لمشاركة الدول الأطراف كلها في حوار بناء يتعامل مع الضرر والخسارة بما في ذلك المسألة المركزية لتمويل إضافي وجديد يخصص لهذا المجال. في النهاية أنا أود أن أدعوكم جميعا لحدثي التوقيع الذين ستستضيفهما كوب 27 وكذلك اليوم في الخامسة مساء في مؤتمر مناخ في الجابون ومتعدين كوب 27 بالنسبة لأفريقيا وغدا المسارات الخاصة بالتحول في الطاقة. هذان الحدثان سوف يسمحان لنا بتطوير رؤيتنا للمستقبل من خلال وجهات نظركم القيمة. مرة أخرى اسمحوا لي بأن أكرر التزامنا بتنفيذ التزامات كوب وكوب 27 يلبي احتياجات وطموحات وتوقعات قارتنا.